أكياس بلاستيكية مختلفة الأحجام والألوان زحفت على المساحات الخضراء والشوارع، الأمر الذي جعل المنظمات المدافعة عن البيئة تطالب بوقف تصنيع واستعمال هذا النوع من الأكياس وتعويضه بأخرى مصنعة من مواد غير ضارة. أقل عائلة تلوح من 5 حتى 20 كيس بلاستيك كل يوم. جيت تشوف معناها المزابل الحشاك واواخر المدن والاشجار، كل البلاستيك معلق في كل شيره. نشوفوا 80% من البلاستيك اللي تلوح في الطبيعه في الارض، مجاري المياه والرياح كل تنزل البحر. مطالب المنظمات البيئية لقيت تجاوبا من وزارة البيئة التي تقدمت إلى البرلمان بمشروع قانون يحظر تصنيع الأكياس والحاويات البلاستيكية المضرة بالبيئة، كما أبرمت الوزارة اتفاقية مع أصحاب المحال التجارية الكبرى لوقف وضع البضائع في أكياس بلاستيكية انطلاقا من شهر مارس آذار للسنة القادمة. الأكياس البلاستيكية اللي ولات في كل مكان، في الشواطئ نتاعنا، على الاشجار نتاعنا، وليت ساعات عاوز تثمر ثمار تجيب لنا اسياك بلاستيكيه. كل المساحات الكبرى واعيه كونه حجم التلوث المتاتي من الاكياس البلاستيكيه معناها تفاقم بصفه غير معقوله ومش مقبوله، ومعناها جاء الوقت في تونس كما صار في برشا بلدان، في بلدان متقدمه وبلدان غير متقدمه، الظاهره هذه معناها استطاعوا باش يتغلبوا عليها. إصرار وزارة البيئة على منع تصنيع الأكياس البلاستيكية قوبل باحتجاجات من قبل مصنعيها الذين طالبوا بمهلة بسنتين لتغيير نشاطهم، محذرين من تسبب قانون منع الأكياس البلاستيكية في إفلاس أكثر من 80 مؤسسة مصنعة وفقدان الآلاف من العمال لوظائفهم. نحن توا الصناعيين واعين، معناتها واعين بالتمشي الحكومي هذا، لكن نحن طالبين مهلة، طالبين سيرتان دو فليكسيبيليتي ومهله. ما تنجمش في ليله ونهار تمنع الاكياس البلاستيكيه، ما تنجمش في ليله ونهار تسكر 100 معمل. نجموا ناخذوا وقتنا باش نشوفوا الحلول البديله. ويخشى مصنعو الاكياس البلاستيكيه ان يسارع البرلمان بالمصادقه على مشروع القانون الذي تقدمت به وزاره البيئه قبل ايجاد بديل يعوض خسائرهم المتوقعه. إصرار من وزارة البيئة على ضرورة منع الأكياس البلاستيكية التي رفعت من درجة تلوث المحيط يقابله إصرار من مصنعي هذه المادة على ضرورة إيجاد بديل لمنع غلق مؤسساتهم في انتظار حسم قريب قد يأتي من البرلمان. من العاصمة التونسية، توفيق العياشي، الحرة.